تغلب منتخب مصر للناشئين على نظيره الكونغولي بهدف دون رد في المواجهة التي شهدها ملعب الدفاع الجوي مساء أمس في ذهاب المرحلة الثانية لتصفيات كأس الأمم الإفريقية تحت 17 سنة والتي تستضيفها النيجر العام المقبل. أبناء المدرب جمال محمد علي نجحوا في حسم اللقاء قبل 10 دقائق على صافرة النهاية بفضل الهدف الذي سجله وليد عطية ومنح به منتخب مصر أفضلية في بلوغ الدور الثالث والأخير قبل خوض لقاء الإياب الذي يقام في 3 أغسطس المقبل، ثم انتظار أحد منتخبي جنوب إفريقيا أو تنزانيا في سبتمبر. كان منتخبنا الوطني مواليد 98 قد تجاوز المرحلة الأولى لهذه التصفيات على حساب شقيقه السوداني بعد فوزه ذهابا في الإسكندرية 4-2، ثم كرر فوزه في لقاء الإياب بالعاصمة الخرطوم 3-1. الجدير بالذكر أن منتخب مصر غاب عن المشاركة في النهائيات الإفريقية خلال البطولة السابقة التي استضافتها المغرب عام 2013، كما خرج جيل 2011 من الدور الأول للبطولة التي أقيمت في ضيافة رواندا بعد أن حل رابعا في المجموعة الأولى خلف بوركينا فاسو ورواندا والسنغال. أما آخر مشاركة مصرية في نهائيات كأس العالم لهذه المرحلة السنية فكانت خلال بطولة 97 التي نظمتها مصر ونجح منتخبنا في بلوغ الدور الثاني تحت قيادة المدرب الراحل محمد علي ومساعده شوقي غريب.